اهلا بيكم اعزائي الشباب وحلقه جديده وشباب اليوم. في البدايه كل سنه وحضراتكم طيبين، كل سنه ومصر طيبه وبخير، شرطتها وجيشها وشعبها ورئيسها وكمان شبابها. شبابها اللي احنا معاهم النهارده عشان نقول لهم احنا بنحتفل بذكرى انتصارات اكتوبر المجيد. يمكن الشباب دولت ممكن يكونوا سمعوا عن اكتوبر، سمعوا عن الانتصار وعن الاحساس بيه. ما عاشوهوش، بس احنا بنحاول من خلال البرنامج ان احنا نلقي الضوء ونحاول نقول لهم عن ذكرى الحرب دي وازاي تم الانتصار، كمان ازاي ممكن ده يكون بداية لأمل لحياة جديدة ممكن يستكملوا بيها. الشباب اللي وقتها هم كانوا عناصر مهمة في الجيش، هم اللي بالفعل قدروا يحققوا لنا النصر. كمان معانا شباب النهاردة، شباب اليوم هم اللي بيحاولوا يحققوا لنا النصر من إنجازات ومحاولة للوصول للقمة بمصر وبأهلها وبشعبها. النهاردة معاكم هنحاول نرجع ونلقي الضوء على مدينة مهمة من مدن القناة، وهنتكلم أكتر عن البطولات اللي موجودة واللي كانت موجودة. بس خلونا نخرج لفاصل ونرجع نرحب بضيفتنا اللي موجودة معانا، بس كل ده بعد الفاصل، خليكم معانا. تهتم الدولة بكل فئات المجتمع من الفنانين المبدعين، وتعمل على مساعدة جميع الأنشطة الأدبية. تعمل أيضا على الاهتمام بكل ما يتم إنتاجه من أشعار وقصص وعالم الموسوعات المتنوعة، والتي من شأنها إظهار نشاط الكاتب والأديب. سوف تشاهدونه اليوم في شباب اليوم. رجعنا لكم مرة تانية أعزائي الشباب، بنجدد التحية بيكم وتحية لكل جيشنا المصري اللي ربنا سبحانه وتعالى قال إن هم خير أجناد الأرض، اللي دايما إحنا حاسين إن إحنا أقوياء بجيشنا المصري. النهاردة معاكم هنحاول نلقي الضوء على زي ما قلنا مدينة من مدن القناة، ويمكن المدينة ديت هي المدينة الباسلة بورسعيد. بس كنا لازم بقى نجيب حد من بورسعيد عشان يقول لنا وكمان يطلع لنا على الثقافات اللي موجودة في المدينة وإزاي كان فيها الكثير من البطولات ونتكلم أكتر عنها. بس خلوني أرحب بضيفتي وضيفتكم معانا النهاردة، الأستاذة سماح الجهري، هي ابنة بورسعيد وكمان مدير لجنة الثقافة المجتمعية بالمجلس الأعلى للثقافة ببورسعيد. أهلا وسهلا بك. أهلا بحضرتك، حضرتك منورانا النهاردة، وكل سنة وانت طيبة وكل أهل بورسعيد طيبين. كل سنة وكل مصر بخير، ودائما وأبدا كل عام نحتفل ونفتخر بانتصارات جيشنا العظيم، بالعبور العظيم، بالعبور من النكسة لانتصار عظيم سيظل عطره يفوح في مصر. أكيد طبعا، أكيد طبعا. قولي بقى، حضرتك شاعرة وبنت من أبناء بورسعيد، وفي نفس الوقت حضرتك مسؤولة عن لجنة الثقافة المجتمعية بالمجلس الأعلى للثقافة، هتحتفلوا بقى السنة دي إزاي بذكرى الانتصار الكبير، انتصار أكتوبر؟ بالنسبة للجنة ثقافة المجتمع بالمجلس الأعلى للثقافة، يمكن يعني أنا أخدع على عاتقي عمل، يعني أنا بعتبره فرض، مش مجرد إن عمل بيؤدى، وهو إعادة بناء الشخصية. يعني أنا بقول الشخصية المصرية، لكن بشكل خاص شخصية الشباب في بورسعيد. تمام. إعادة غرس القيم على اختلاف أنواع القيم. تمام. يمكن أولها وأهمها قيمة الانتماء. من خلال لجنة ثقافة المجتمع على مدار العام، وبشكل خاص بقى كمان في الأوقات اللي فيها ذكرى الانتصار، ذكرى أكتوبر، عيد تحرير سيناء، ذكرى ثورة 30 يونيو، كل المناسبات الوطنية بيبقى فيه دايما اهتمام، إذا كان موجود طول السنة بشكل، في هذه الأوقات بيبقى موجود بشكل مكثف من خلال لجنة ثقافة المجتمع بالمجلس الأعلى للثقافة. بيوجه هذا الاهتمام لشرائح عمرية محتاجة فعلا إنها تعرف كتير عن تاريخها، تفخر بتاريخها، ومش تاريخها فقط، احنا ما زلنا على أرض سيناء كل يوم بنشوف تضحيات طبعاً. جيشنا العظيم وشباب خيرة شباب الوطن من الشهداء على أرض سيناء، وهم بيضحوا عشاننا
عشان الشباب اللي لسه هيشوف بكرة أفضل. هما دول حائط الصد بيننا وبين أي عدو أيا كان العدو ده تمام. من بره أو من جوه، هو ده حائط الصد اللي بيمنع هذا العدو أنه يكون موجود على شبر من أرض مصر. فبنلقي دايما الضوء على هذه البطولات. من خلال إن شاء الله شهر أكتوبر في عندنا العديد من الندوات بإذن الله، معانا أبطال من أكتوبر في الندوات دي. ده شيء كويس. سيادة اللواء محمد الغباري، ده سيادته مستشار أكاديمية نصر العسكرية، وأحد أبطال أكتوبر قائد الكتيبة اللي كانت موجودة في بورسعيد أيام حرب أكتوبر، البطل الشهيد الحي البطل عبد الجواد سويلم اللي نصف جسده مدفون في مدافن الشهداء في بورسعيد، رجليه الاثنين وزراع وفاقد عينه، نص جسده مدفون في مقابر الشهداء في بورسعيد. لما بدعيه دايما يقول لي اجي ازور جسمي. يعني حقيقه كلمه قويه طبعًا. جدا طبعًا. طبعا الناس دي بطولاتها، وفي طبعا ندوات اخرى يعني معانا ابطال كتير من ابطال حرب اكتوبر هيكونوا موجودين. هو الحلو او اللي شايفاه مختلف شويه حاجه بتتكلمي عنه، انك بس مش مجرد ندوه بنحكي فيها الحكايات او البطولات، لكن انت كمان بتجيبي امثله حيه كانت موجوده بالفعل في الوقت ده. بالفعل يعني احنا على مدار كذا سنه ده اللي بنعمله دايما، ان يكون في بطل هو اللي يحكي عن البطولات دي. يعني حتى البطولات اللي بتحصل دلوقتي على أرض سيناء يعني بيسعدني وبيشرفني إن بيكون معايا الأبطال مصابي العمليات اللي موجودين على أرض سيناء. وبالفعل يعني مش بس بتلقي الضوء على القديم، انت كمان بتجيبي من اللي لأن موجودين بالفعل. يعني جيشنا العظيم كان وسيظل درع وسيف الوطن. طيب قولي لي، شايفه ان فكره وجود امثله حيه مع الشباب من خلال الندوات واللي بتقوميها يعني بيتم اقامتها من قبل المجلس الاعلى للثقافه وتحديدا لجنه الثقافه المجتمعيه، شايفه ان البث بهذه النماذج وعمل الندوات والتغيير في شكل الخطاب اللي هو موجه للشباب عشان نقدر نحن من خلاله نوضح لهم ده ونغرس فيهم روح الانتماء، شايفه ده بيقربهم اكتر للواقع او ان هو بيخليهم اكتر يدركوا اهميه وقيمه البلد واهميه الانتماء بالنسبه لبلدهم، وازاي ما يكونش في اي نوع من انواع الفتن او الافكار المغلوطه اللي ممكن ان هم من خلالها يتجهوا اتجاهات اخرى تكون ضد بلدهم؟ طبعا ده يعني شيء اكيد، لان يمكن انت لما بتعملي حاجه بتبقي عايزه تعرفي نتيجتها. دايما في حاجه اسمها يعني التغذيه الراجعه في اي حاجه انت بتعمليها. التغذيه الراجعه هنا بقى في الموضوع بتاع الخاص بالندوات، وانك تجيبي بطل يكون له قصة هو اللي بيرويها، انت مش بتحكيها، انت جايبة النموذج اللي قام بالبطولة دي تمام. حقيقي بيبقى فيه يعني نتيجة رائعة. يعني يمكن بتبدأ الندوة بشكل، بعد شوية بتبقى بشكل، في النهاية بتبقى بشكل مختلف. طب انت بتكوني رسمة للندوة شكلها ايه، ولا هي بتمشي مع التفاعل؟ لا هي حقيقي بتمشي مع التفاعل. يعني انا من خلال الخبرة يعني ببقى حاسة ان النموذج الحقيقي اللي قدامهم هيأثر فيهم. لان انا مش بحكي لهم قصة، هم مش بيتفرجوا على فيلم، ممكن يكون بطبيعة الحال ان كاتب الفيلم او اللي بيعمل السيناريو بعد كده بيضيف شيء من الخيال، لكن قدامه نموذج حقيقي بيحكي له. ويمكن الجميل كمان في قصص الأبطال اللي بيروها انه ما بيحكيش عن نفسه قد ما بيحكي عن زمايله، قد ما بيحكي اذا كان قائد كتيبة ضابط بيحكي عن المجندين وفاكرهم بالاسم. والله حقيقي كل الابطال من ضباط القوات المسلحه ابطال حرب اكتوبر بجد ان هم دايما اكتر ما بيحكوا عن قصتهم بيحكوا عن الجنود اللي داخل هذه القصه، اللي كانوا معاهم في الكتيبه وفاكرينهم بالاسم وفاكرين اللي مات منهم شهيد وفاكرين اللي كان مصاب وفاكرين القرى او المدن اللي كانوا منها. لا ده احنا كده بنتكلم في معنى مختلف تماما، هو مش مجرد معنى بطوله او ان هو كان متواجد في ساحه العمليات او على مسرح العمليات وفي نفس الوقت كان متعايش للموضوع ده، كده في روح اللي هي روح الوطنيه بقى. وعايز اعرف منك اكتر ازاي نوصل للشباب فكره الوطنيه بالشكل المفروض يكونوا عارفينه او يتعلموه، بس خليني اخرج لفاصل واخد بعد كده اجابه حضرتك.
رجعنا مرة تانية أعزائي الشباب، بنجدد التحية بيكم وبكل مشاهدينا، ولسه مكملين مع الأستاذة سماح الجوهري بنت بورسعيد. قوليلي بقى، كنا بنتكلم يمكن قبل الفاصل ونقول كلمة وطنية إزاي أوصلها للشباب بعدم أن أنا أقول لهم بقى اللي هي بالدباجة المعروفة أو بالتعريف اللي هو يعني كمصطلح، أنا عايزة أعرف إزاي أوصله لهم وأغرس جواهم روح الوطنية، إزاي ممكن أقدر أعمل ده؟ طبعا زي ما أنا قلت في البداية بأن أنا أقدم لهم النموذج، القدوة اللي يحتذى بيها، البطل اللي ضحى في أكتوبر وجاب النصر، البطل اللي فقد أجزاء من جسمه عشان هذا الوطن. في كمان حاجة يعني بتبقى مؤثرة جدا في الشباب، أمهات الشهداء. يعني يمكن طبعا أمهات شهداء أكتوبر يعني ناس ممكن يكون توفاهم الله، لكن أمهات شهداء الإرهاب يعني حقيقي الندوات اللي كنت جايبة فيها أمهات شهداء، والدة الشهيد البطل عمرو السقا، والدة الشهيد البطل مصطفى خضر، والدة الشهيد البطل محمد صبري، يعني دول كان تأثيرهم في الطلبة مش عادي. أم وبتروي بدموعها وفي نفس الوقت بكل فخر بتحكي قصة ابنها، تقول هو ابني وحبيبي لكن ما يغلاش على مصر. لما تشوفوا الشباب يشوفوا أكبر نموذج الأم وهي بتتكلم عن ابنها الشهيد، قدمت ابنها للوطن، هو قدم روحه للوطن. أعتقد ما فيش نموذج صادق ولا يحتذى به ولا مؤثر أكتر من هذا النموذج طبعاً. أم الشهيد، الشهادة اللي بيبقى الضابط أو المجند رايح وهو عارف ان هو ممكن خلاص يعني هو ما عندوش اختيار، ما عندوش بدائل. بالظبط. وده شعار القوات المسلحه، يا نصر يا شهاده. فقد ايه هذا البطل مسترخص قوي دمه وروحه في مقابل ان هو يحمي الارض دي، هو بيشوف ان الارض دي عرض فبيحمي هذا العرض وبيحمي هذه الارض، ما عندوش استعداد انه يضحي بالتراب هذا البلد، ما عندوش استعداد انه ينكسر انه يرجع مهزوم، واي انكسار زي ما حصل قبل اكتوبر اتحول لانتصار بعد كده. فدي النماذج القدوه اللي فعلا ممكن هي تغير فيهم او في افكارهم، فعلا لان نماذج حقيقيه احنا مش بنسوق اليهم اليهم يعني قصه فيها نوع من وحي الخيال او حتى حبكه دراميه لازم يضاف اليها خيال مع الواقع، ده حد بيحكي بسجيته بإحساسه بواقع عاشه، سواء بطل كان في حرب أكتوبر، سواء مصاب من العمليات في سيناء، سواء أم شهيد، كل دول كل واحد فيهم بيحكي بصدق حكايته. طب قولي لي استاذه سماح بقى، وانت موجوده معانا وحضرتك يعني بتكتبي او شاعره، فاحنا طبعا عاوزين نسمع حاجه بقى منك علشان خاطر يعني احنا اتكلمنا عن حاجات كتير، فخلي المشاهدين يعني يبقوا معانا فنسمع حاجه من شعر حضرتك. احنا عشان اتكلمنا دلوقتي عن الشهاده وقد ايه الشهاده رخيصه عند كل جندي في سبيل الوطن، فهقول معنى الشهاده. تعرف يعني ايه معنى الشهاده؟ يعني ايه تعشق وطنك وتحبه حب العبادة؟ يعني إيه تبقى زارع الأمل في كل المطارح وإن حلمك يبقى طارح إن بكرة جاي أحلى؟ يعني إيه تبقى واقف فوق كتافك حمل شايل هم بلدك وإنت قايل إنت قده وإنت أقوى؟ يعني إيه تبقى حالف ميت يمين وإنت عارف لو عدو يلمس ترابها التراب يبقى له متوى؟ يعني إيه تبقى شايف حضن بلدك وانت عالم مهما يقوى اي ظالم ظهرك انت بيها يقوى؟ يعني ايه تبقى واهب للبلد دي روحك وحابب صوت زناد بندقيتك نغمة احلى من اي غنوة؟ يعني ايه تبقى بلدك هي املك هي ألمك هي حلمك هي علمك هي دمك هي امك صوت بيدك على الارض تضرب؟ هو ده معنى الشهادة. الله الله بجد، لان انت يمكن لخصت لهم الموضوع في كلمات هي ليها نفس المعنى اللي هو لازم يوصل لهم. الشباب بيحبوا يسمعوا وفي منهم بعضهم كمان بيكتب في الشعر او في الكتابات نفسها بشكل عام.
شايفة أن الكلمة ليها تأثير قوي جدا، ويمكن دي القوة الناعمة من شعر وجميع أنواع الفنون وغناء ويمكن أعمال درامية وغيرها. إيه أكتر حاجة ممكن تأثر في الشباب من القوة الناعمة من وجهة نظرك؟ طبعا هي القوى الناعمة بشكل عام هي دي تعتبر السلاح الموازي. أنا دلوقتي قبل ما واجه متطرف أو إرهابي بالسلاح، هو الأول بيحصل له إيه قبل ما يوصل للمرحلة دي؟ الكلمة، إن هو سمع كلام، اتغسل مخه، يعني تم تغييبه بأكاذيب. يعني بدأنا بإيه؟ أو بدأ التجنيد وتغيير عقله بإيه؟ بالكلمة. فبالتالي قبل ما نواجه بالسلاح في الكلمة، القوى الناعمة بكل أشكال بقى، القوى الناعمة الثقافة بشكل عام، سواء شعر، مسرحيات، أعمال درامية. الدراما تشمل مسلسلات وتشمل أفلام، ويمكن يعني هذا العام رأينا نموذج رائع لأن احنا نلقي الضوء على جزء، يعني جزء لا يعني لا يعد واحد في المليون من بطولات رجال القوات المسلحة من خلال فيلم الممر، اللي عمل ضجة دلوقتي مثلا مقياس أي فيلم في السينما مختلف، اللي يجيب إيرادات ازاي، الإقبال على شباك التذاكر ازاي، ان احنا هنقدم فيلم غنائي كوميدي، فيلم فيه نوع من الاستعراض، دي الأفلام وأنواع بقى أخرى من الأفلام. لكن ان كان توقع ان يبقى فيه فيلم بيتكلم عن بطولة أو جزء صغير بيعرض بيسرد حاجة صغيرة، ومش مجرد بس إيه تواجد أو حكاية عن الأبطال في الميدان، لا ده جزء كمان من حياتهم الأسرية. فالدراما السينمائية دي كانت عاملة خليط رائع، تمام، بتلقي الضوء على حتى نبض الشارع وقتها كان عامل إزاي، انفعال الناس ورفضهم للهزيمة. لما ينفعل واحد على ضابط جيش بعد الهزيمة وسبب انفعاله ايه؟ انه مش قابل الهزيمة مش دي قابل. وضابط الجيش شايل على كتافه حمل البلد دي كلها. امل الشعب ده كله. فمن هنا نعرف قد ايه قوة القوى الناعمة، قد ايه تأثيرها، قد ايه قوة الكلمة، الكلمة المكتوبة، الكلمة المسموعة، الكلمة المغناة. وطبعا يمكن كان اكبر نموذج الاغاني الحماسيه اللي بعد 67 وحتى نصر اكتوبر وبعد نصر اكتوبر، دايما الكلمه بتكون دافع، بناء السد العالي. كل مرحله لو حضرتك تتذكري بالزبط. في تاريخ كان مصر ليها كان ليها قيمه مرتبطه بيها، اغاني بالزبط. مرتبط بيها اعمال درامية. اعمال سينمائيه زي الرصاصه لا تزال في جيبي. يمكن الوقت مثلا اصبح فيه الممر، لكن الرصاصه لا تزال في جيبي يعني فيلم مرتبط بالنسبه لنا. فيلم زعيم العظيم الراحل انور السادات، ده نوع مختلف من الدراما، لكن يعني يمكن ليها تأثير أكتر من أن أنا أقرأ كتاب تاريخ وأعرف التاريخ. لا، أنا هقرأ التاريخ من خلال الأعمال الدرامية اللي اتعملت في فترات تاريخية مختلفة. أستاذة سماح، وإحنا معاكي يمكن اطلعنا شوية على اللي بتقوميه بداخل المجلس الأعلى للثقافة من خلال اللجنة حضرتك مشرفة عليها أو مديرتها، بتقومي بقى بالكثير من الندوات وبتحاولي أن أنت توصلي تتواصلي مع الشباب. لكن يا ترى بقى في الفترة الأخيرة بدورك قدرتوا أن أنتوا تزوروا إيه من الأماكن ومن المشروعات التنموية في مصر؟ تعرف على ده كل ده، بس هنخرج لفاصل ونرجع نكمل. هنخرج لفاصل أعزائي الشباب ونرجع مرة تانية نكمل معاكم ونشوف يا ترى المجلس الأعلى للثقافة بمدينة بورسعيد ايه اهم الزيارات اللي قام بيها للكثير من المشروعات التنمويه في مصر. خليكم معانا لبعض الفاصل. احلى بلد بلدي، اشجع ولد ولدي. احلى بلد بلدي، اشجع ولد ولدي. يا مصر يا عمري، يا بسمتي وفجري. يا مصر يا عمري، يا بسمتي وفجري. والاسم يحلالي ساعة ما أقول يا مصر. أحلى بلد بلدي، أشجع ولد
ولد ولدي يا مصر يا عمري يا بسمتي وفجري يا مصر يا عمري يا بسمتي وفجري والاسم يا حلالي سعيد مرور يا علينا نمد ايدينا تكون ايامنا تكون ليالينا نادي 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 علينا نادي علينا نمد ايدينا تكون ايامنا تكون ليالينا نادي 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 علينا تكون ارواحنا يا مصر علينا يسقط نجم شهيد علشاني يطلع نجم جديد. رجعنا مرة تانية أعزائي الشباب، بنجدد التحية بيكم وبكل مشاهدينا. كان لنا سؤال قبل الفاصل أستاذة سماح، وهو إيه أهم الأماكن والمشروعات التنموية اللي زرتوها بدوركم كمسؤولة داخل لجنة الثقافة المجتمعية بالمجلس الأعلى للثقافة ببورسعيد، وقدرتوا من خلالها تلمسوا مجهودات الدولة في إعادة بناء مصر بشكل أكبر ويقدر أنه يخدم أكبر شريحة موجودة؟ يمكن دي حاجة مهمة كمان، يعني احنا يعني عايزين نغرس في الشباب الانتماء، عايزين نحسسهم باللي بيتعمل في هذا الوطن بإعادة بناء مصر من أول وجديد. طبعا الندوات ووجود النماذج المؤثرة شيء مهم جدا، لكن يعني وجدت ان في نوع من التكامل بين ان اشوف بطل ضحى ومازال بيضحي الجيش على أرض سيناء، وفي نفس الوقت بلد بتواجه الإرهاب وبتحارب وبتبني. القوات المسلحة إيد بتبني، يد تبني، ويد تحمل السلاح. دي القوات المسلحة، شعار القوات المسلحة. فلما يبقى في مشروعات محتاجة إن الشباب يشوفوها، وخاصة إن في يعني المحاولات لتضليل الشباب، تجذيب لهذه المشروعات، تقليل من قيمة هذه المشروعات، الحاجات دي صور، الكلام اللي بيحاول بيه المضللين اللي بيلوثوا عقول الشباب ان هم يكذبوا هذه الانجازات. طيب الواقع موجود، ويعني من خلال برنامجكم انا بوجه كل التحية والتقدير لقيادة قوات الدفاع الشعبي والعسكري على دعمها لينا في هذه الزيارات، لان الزيارات دي بتبقى منسقاها القيادة مع وزارة الدفاع. رحنا المتحف المصري الكبير اللي إن شاء الله هيتم افتتاحه العام القادم بإذن الله. يعني حاجة يعني مش عارفة أوصفها من كم ضخامة المكان، من الإمكانيات اللي موجودة في البناء، من إن شاء الله عدد القطع الأثرية اللي هتبقى موجودة جواه، من كمان الاهتمام بتجهيز هذه القطع الأثرية وإعادة صيانتها بشكل دقيق. في موجود هناك معهد الترميم الآثار طبعا، وبيتعاملوا إزاي مع الآثار. كل ده إحنا شفناه، كان معنا شباب عدد كبير من الشباب، فدي الفكرة في إنه يشوف ده. أنفاق بورسعيد هي انطلقت يعني انطلاق تجريبي منذ أيام فقط، لكن افتتاح رسمي ما يعتبرش فيه. رحتوا على طول قبل ما تفتتح؟ احنا رحنا في شهر 4. طب ده شيء. ويوميها يعني يمكن قدرا ان سمحت لنا الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ان احنا نمر من خلال النفق. طب ده شيء. طبعا مش مسموح كان وقتها وقت البنى، وفعلا مرينا في النفق واستمعنا وشفنا فيلم شرح لمراحل بناء مراحل الانشاء انفاق بورسعيد من قبل ما يوضع فيها اي شيء، من بدايه تدريب المهندسين ان هم سافروا لالمانيا واتدربوا في مصانع الحفار اللي حفر، الخطوات كلها. طب ده شيء. التامين بتاع الشغل للعمال والمهندسين ازاي، عوامل الامن والسلامه، كل حاجه
محسوبة، مش هقول لحياتك يعني بالسنتي، بالملي. ميل القناة من في الجزء اللي هيبقى تحت المية قد إيه نسبة الميل بالملي مترات. كل حاجة اتدرست، شافوها بعينيهم وكمان لمسوها يعني حاجات دي اتعملت دراسة والشباب اتفرجوا على الكلام ده. رحنا أنفاق إسماعيلية بعد ما تم افتتاحها، العاصمة الإدارية، المسجد الفتاح العليم وكاتدرائية ميلاد المسيح. ويعني كمان كان في جزء تاريخي ان رحنا موقع تبت الشجرة. طبعا ده جزء بقى بيلقي الضوء على احنا بنشوف الحاضر والمشروعات اللي بتتعمل، لكن في ماضي، في جذر، في جذور اجدادكم عملوا ايه. المكان ده كان في موقعة عسكرية اسمها تبت الشجرة من معارك اكتوبر، كانت يوم 8 اكتوبر. قائد هذه المعركة اللواء طلبة رضوان. دي كانت موقع، كان موقع حصين للقوات الإسرائيلية، كانت بتهاجم منه منطقة كبيرة جدا واصلة لبور توفيق، لأن المنطقة تعتبر هي عشان كده اسمها تبت الشجرة عالية. وكان ده كله أنتوا هم حاولوا أن هم يطلعوا عليه أو يشوفوا؟ طبعا شفناه، وكان في يعني تفاعل كبير جدا من الشباب. وإن شاء الله في شهر أكتوبر بإذن الله هيكون في زيارتين من خلال قيادة قوات الدفاع الشعبي والعسكري للكلية الحربية وبانوراما حرب أكتوبر. ان شاء الله ربنا يوفقكم. انا شايفه طبعا ان شاء الله ان هو هيبقى عمل، يا رب ان شاء الله يكون عمل مثمر، والمجهودات مع الشباب، لان ده شيء كتير وكبير كمان، بيقدر ان هو تقدروا تتواصلوا معاهم وتوصلوا لهم طبعا كل اللي ما قدروش ان هم يطلعوا عليه زمان، وفي نفس الوقت الجديد اللي ممكن يطلعوا عليه. احنا بنشكرك جدا في نهايه لقائنا، وبنتمنى لك كل توفيق، وان شاء الله تكوني معانا وتقولي لنا بقى ايه الجديد اللي وصلتوا فيه مع الشباب. نشكرك جدا جدا، كنت منورانا استاذه سماء. شكرا لحضرتك، وكل سنه ومصر كلها بخير يا رب. كل سنه وحضرتك طيب. بكده مشاهدينا نكون وصلنا لنهاية حلقتنا النهاردة، واللي اتعرفنا فيها على مدينة بورسعيد الباسلة، وازاي كان فيها الكثير من البطولات، وكمان ايه مجهودات المجلس الأعلى للثقافة متمثل في لجنة الثقافة المجتمعية. بنتمنى لهم كل توفيق، وبنتمنى كمان حلقتنا تكون نالت اعجابكم. وكل سنة وكل شعب مصر طيب وبخير، وعيد انتصارات اكتوبر المجيد دايما يمر علينا بالخير والسلام. على وعد بحلقات متجددة وشباب اليوم.